مع تواصل إعداد البنيات التحتية لمشروع ترامواي الرباط سلا على طول 17 كيلومترا، بدأت تجارب قيادة العربات واختبار فعالية مركز التحكم وتأمين المرور. محمد البحيري، محمد الواهبي ومصطفى الأصفر يعرضون ذلك في هذا التقرير. في محاولة استباقية لتشغيله بدأت تسير عربات ترام على السكة في إطار التجارب التقنية، وسيلة ستعيد هيكلة النقل العمومي الحضاري، عرباتها موجهة من مركز للتحكم. نتواجد بمركز التحكم المركزي لترام الرباط وسلا، وانطلاقا منه سنوجه حركة المرور وجميع الطواقم الموجودين على طول شبكة. فهناك مثلا مسافة محددة ما بين محطتين معدلها 500 متر، أما وتيرة سير عربات ترام فهي 4 دقائق بالنسبة للخط المشترك. بمركز التحكم المركزي جند طاقم بطريقة منتقات لتيسير عملية مرور الترام وتدبيرها بكيفية سلسة. سيرتفع عدد العاملين إلى 325 فردا. نحن الآن في حدود 280 عاملا، وقد استدعينا الشباب البالغ 24 سنة كحد أدنى للسائقين، وتم تشغيل 70% بتنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. بعربات تستوعب 580 راكبا، أي ما يعادل القدرة الاستيعابية لعشر إلى 20 حافلة، وبتوفيرها لشروط الراحة لمستعمليها، أسطول متطور تنشده ساكنة الرباط وسلا.